يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تأتي من الدول المختلفة، حيث استقبل المطار اليوم طائرة سعودية على متنها 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية لإرسالها لقطاع غزة. هذا بالإضافة لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري واستقبال عدد من الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. للمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من العريش. محمود، هل لك أن تنقلنا إلى المشهد لديك، الأجواء لديك والمساعدات التي وصلت بالفعل إلى مطار العريش وذلك حتى اللحظة؟ نعم، بعد التحية ريهام، الجهود المصرية لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإرسال واستقبال كل المساعدات الإنسانية لهم. اليوم مطار العريش كما تحدثت استقبل طائرة سعودية على متنها 24 طن من المواد الغذائية والإغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذه هي الطائرة 36 للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بالطبع يعني الطائرات التي وصلت سابقا، حتى وصل عدد الطائرات حتى اليوم إلى 370 طائرة من 50 دولة أجنبية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى هذه المساعدات التي تأتي تباعا ويتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى معبر رفح. على الجانب الآخر، معبر رفح اليوم أيضا كانت هناك حركة في دخول الشاحنات والمساعدات، نتحدث عن دخول من البوابة المصرية 178 شاحنة دخلوا بالفعل إلى منفذي كرم أبو سالم والعجلة، لكن ما وصل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن 90 شاحنة وصلوا بالفعل محملين بعدد من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن المعبر أيضا استقبل 15 مصابا و15 مرافقا لهؤلاء المصابين، بالإضافة إلى استقبال 200 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية، وكان هناك أيضا يعني ممثلين من سفارات هؤلاء الوافدين ومزدوجي الجنسية لاستلام واستقبال الرعاية الخاصين بهم، بالإضافة إلى وجود وسائل مواصلات خارج المعبر لتسهيل عملية نقل هؤلاء الوافدين إلى الأماكن المخصصة لهم، بالإضافة بالطبع إلى وجود سيارات الإسعاف الموجودة خارج وداخل المعبر لنقل المصابين والجرحى. ثم أيضا مدينة العريش تستعد لاستقبال الشاحنات التي أتت في ميناء بورسعيد والقادمة من بريطانيا وقبرص والتي مقرر بها 90 طن، بالإضافة إلى 550 شاحنة قادمة من المملكة العربية السعودية وصلت عبر سفينتين في ميناء بورسعيد، وستأتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري إلى مدينة العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا محمود على هذه المتابعة.